شو علاقة البوليمرات بهذا؟ يتم استخدام الحلول المبتكرة اللي تنتجها بروج لتصنيع شبكة أنابيب الضغط المتينة في محطة براكة للطاقة النووية. تقوم أنابيب الضغط بنقل المياه المستخدمة في نظام التبريد في المحطة. قامت بروج بالشراكة مع شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب بإنشاء شبكة مياه موثوقة لدعم توليد الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. هكذا مكنتني بروج من المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر تطوراً واستدامة.